تعرف على أفضل سيارات فائقة الحماية في العالم باستطاعة إحداها تحمل الطلقات والانفجارات، وبالإمكان تحويل مقصورتها الداخلية إلى ملجأ محصن بكل معنى الكلمة. سيارة مرسيدس S600 بولمان ستيت ليموزين سيارة ضخمة وفاخرة جدا، ولن يعتقد أي شخص أن هذه السيارة مصفحة. وبالمناسبة استخدم هذا الطراز العديد من المشاهير والشخصيات السياسية كإليزابيث تايلر وإلفيس بريسلي والسياسيين الشهيرين فيدل كاسترو والزعيم الأفريقي عيدي أمين. باستطاعة سيارة مرسيدس هذه تحمل الطلقات والانفجارات، وبالإمكان تحويل مقصورتها الداخلية إلى ملجأ محصن، لذا لابد من إدخالها ضمن قائمتنا لأفضل السيارات الفارهة والمصفحة في العالم. سيارة الوحش أو The Beast. صممت هذه السيارة خصيصاً للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وهي من صناعة الشركة الأمريكية كاديلاك. بإمكاننا وصف هذه السيارة بالحصن المتحرك، فلا يمكنك تخيل ما زودت به هذه المركبة. الهيكل الخارجي المصفح ثقيل جداً، فوزن إحدى أبواب السيارة يعادل وزن باب لطائرة بوينغ 747. وبالإضافة إلى الحماية الخارجية الفائقة، فالمقصورة الداخلية مقفلة وتحمي الرئيس الأمريكي من أي هجوم بالقنابل الغازية، وتحوي أيضاً مخزوناً من دم الرئيس كي يستخدم في الحالات الطارئة. وبما أنها مصممة لرئيس أقوى دولة في العالم، فمن الطبيعي أن يكون تصميمها والتقنيات التي تحملها الأفضل في العالم. سيارة بنتلي مالسين. تعتبر سيارة شركة بنتلي قمة في الفخامة، لكن طراز مالسين يوفر للمستخدم الأمان الفائق أيضاً. تصنع هذه السيارة من طرف مولينر ديفيجن، وهو القسم المسؤول عن تصنيع السيارات المصفحة لملكة إنجلترا. تحمي السيارة ركابها من العيارات النارية والمتفجرات والمواد الكيميائية، وباستطاعتها الانطلاق من الصفر والوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.1 ثانية فقط، وتلك سرعة كافية كي يهرب الراكب من موقف خطير. سيارة BMW 760Li High Security. إذا حاول أحد ما إلقاء قنبلة غازية على هذه السيارة ستبوء محاولته بالفشل. ففي هذه السيارة هناك مستشعرات للغاز تعمل على إغلاق كل النوافذ ومداخل الهواء وتضخ الهواء النقي إلى الداخل إذا كانت مستويات الغاز مرتفعة. كما تحوي نظام اتصال داخلي يتيح للركاب التواصل مع الآخرين خارج السيارة بدون أن يضطروا لفتح الأبواب أو إنزال النوافذ. والشيء المثير أكثر من ذلك أن السيارة صممت أساساً كي تكون مصفحة، ولم يضف إليها طبقة للحماية أو ما شابه ذلك. وعند وقوع انفجار ما والتسبب بحريق، تفعل السيارة مطفأة حرائق وتمنع وصول الغاز إلى الركاب. وفوق كل ذلك هناك حجرة مخصصة لتخزين سلاحين آليين، وذلك خيار جيد لمن يريد توفير المزيد من الحماية لنفسه. وفقاً لشركة المصنعة نفسها، فهذه السيارة هي الأكثر أماناً في العالم بعد سيارة الرئيس الأمريكي المصفحة. سيارة فولكسفاجن فايتون. يصنع قسم خاص من شركة فولكسفاجن سيارة فايتون لأهداف خاصة، فهي توفر فرصة للزبائن كي يعدلوا مقصورتها الداخلية وهيكلها الخارجي حسب ما يشاءون. وتلك رفاهية تقدمها شركات عريقة فقط مثل بنتلي ورولز رويس. يوفر الهيكل الخارجي المصفح حماية للركاب من طيف واسع من الهجمات العنيفة، وتلك السيارة استخدمها العديد من المسؤولين الأوروبيين، حتى البابا نفسه. للأسف توقفت الشركة الألمانية عن إنتاج سيارات جديدة من هذا الطراز. سيارة مازيراتي كواتروبورتي. تأتي هذه السيارة مزودة بدرع واق من القذائف البالستية، والمثير للاهتمام أنه من الصعب جدا تفريق الطراز المصفح عن الطراز العادي. يفضل المسؤولون الإيطاليون هذه السيارة، واشترتها عدة شخصيات حكومية، فهي توفر أقصى معايير الحماية بينما تبقى سيارة فخمة وفارهة وتحمل خطوط مازيراتي المميزة. رولز رويس فانتوم 4 ليموزين.
يقترن اسم رولز رويس بالفخامة، ودائما ما تلفت سيارات الشركة الانتباه أينما حلت. لكن يعتقد معظم الناس أن سيارات رولز رويس هي سيارات فارهة فحسب، ولا يعلمون أنهم ينظرون إلى سيارة مصفحة. للأسف لا تنشر الشركة الكثير من المعلومات حول منتجاتها لأن أغلب الزبائن من مستويات رفيعة جدا. على أي حال، ما نعرفه عن هذه السيارة هو هيكلها الخارجي المصنوع من صفائح الكافلار، وبالطبع تصمم شركة السيارة وفقا لمتطلبات الزبائن. سيارات رينج روفر. تعرف شركة رينج روفر بسياراتها القوية والمتينة، لكن نسختها المصفحة بمحرك ثماني الاسطوانات وبسعة 5 لترات هي ما سنتحدث عنه اليوم. صممت الشركة هذه السيارة بهيكل مقاوم للرصاص وقدرة على السير حتى بإطارات فارغة. يتميز خزان الوقود والسطح السفلي والجوانب بأنها مقاومة للقنابل، ما يضمن سلامة الركاب من المتفجرات. تستطيع السيارة السير على أي نوع من التربة أيضا. سيارة أودي A8 L Security. سيارة أخرى مصفحة بهيكل خارجي يقيها من الطلقات الخارقة للدروع، وهو من أفضل أنواع الحماية للسيارات. ويبدو أن مصممي السيارة فكروا ملياً بجميع السيناريوهات التي قد تصيب الركاب، فصنعوا سيارة تقي من جميع المواقف الخطيرة. فمثلاً هناك زر في السيارة يفجر النوافذ كي يساعد الركاب على الهروب، وبالرغم من توفيرها حماية قصوى للركاب، لكنها أيضاً سيارة فارهة وغاية في الجمال، حيث صنفت في المرتبة الأولى ضمن قائمة السيارات الفخمة وفقا لموقع US News. سيارة بورش باناميرا. بمحرك تيربو بثمانية اسطوانات، تشتهر شركة بورش بتصنيع سيارات فخمة، لذا توفر هذه السيارة لصاحبها الراحة والأمان والمظهر الأنيق. يساعد الهيكل الخارجي في الوقاية من أقوى الرصاص حتى لو أطلقت الرصاصة مباشرة قرب السيارة. هناك أيضا طبقة من الفولاذ البالستي بسماكة 3 ملليمترات موجودة على سقف وأسفل السيارة، وزجاج النوافذ مقاوم للرصاص أيضا. ترى لو كان لديكم المال الكافي لشراء إحدى هذه السيارات، فماذا تفضلون؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في قناة المتاهة على يوتيوب لمتابعة جديدنا. إلى اللقاء.